مرحبا بمتابعي قناه شو تي في مره اخرى مباشره من مدينه سيدي بنور. هناك تطورات جديده وتفاصيل جديده بخصوص قضيه عمال النظافه اللي رفضوا الخدمه. وكما نقلنا لكم بالصوت والصوره ما وقع بيقع مدينه سيدي بنور، تراكم ازبال البركاسات كلشي عامرين، عمال النظافه رافضين يخدموا. السبب هو عدم تاديه الواجبات والاجور ديالهم. من مدينه سيدي بنور اعضاء المكتب النقابي لعمال النظافه وحمايه البيئه بسيدي بنور غادي يوضحوا لنا اكثر بالتفاصيل، ويعني علاش رافضين يخدموا، علاش ما باغينش يخدموا، علاش خلوا المدينه كلها زبل والساكنه ديال سيدي بنور كتحتج بكثره على الزبل. كما لاحظتوا معنا بعد الجوله اللي قمنا بها بمدينه سيدي بنور على تراكم الزبل في البركاسات، هناك تطورات جديده كما قلنا. الاخوان ديال عمال النظافه اتصلوا بي باش يدخلوا على الخط باش يوضحوا اكثر للساكنه الاسباب اللي خلاتهم انهم يخليوا هذه الزباده. تفضل اخويا سعيد. السلام عليكم. اول حاجه عرفنا براسك. السلام عليكم، معكم سعيد عامل نظافه من سيدي بنور، عضو مكتب وطني ومكتب محلي بالمنظمه الديمقراطيه لعمال النظافه وحمايه البيئه. اوديتي لاول مره في تاريخ اللي كدار هذه النقابه وطنيه، ولينا تشريف ليها وصراحه كيتشرفنا بزاف. التوضيح هذا اخويا زهير، وكنشكروك على هذه المواكبه اللي كتواكب وكتآزرنا بزاف. حنا كان اول حاجه بعدا وديما كنقولوها وماشي مره ماشي جوج كنقولوها وكنقولوها بزاف، الاعتذار كبير 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 بزاف لسيدي بنور، للساكنه ديال سيدي بنور كنعتذروا لهم. راه ماشي بيدنا، راه هادشي بزاف، راه ما يمكنش شي واحد غيخدم بدون مقابل، راه حنا ماشي واقفين ولا دايرين اضراب ولا حنا ما باغيش نخدموا، لا هاد الناس هادو ما مخلصيناش، الشركه ما خلصاتناش، ما بغاش شي واحد يتحاور معنا. هاد القضيه بلاتي تكون الشركه ما خلصاتناش. نعم. وحنا ديجا ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه ما هي اربعه نفس المشكل، شنو هو السبب هذا؟ السبب هذا ما بغاش هما يشرحوا لنا اشنا هو. الشركه ملي كنهضروا معاك كنصيفطوا لهم باش يتحاوروا معنا علاش ما بغيتوش تخلصونا، ما كاينش اللي غيجاوبنا علاش الخلاص ما كاينش خلاص. اخر حاجه واحد سميتو اللي سولنا قال لك علاش ما خلصتناش، قالت البلديه ما خلصتناش. حنا ما سوقناش في البلديه، حنا ما خدامينش مع البلديه. اول حاجه حنا كنشكروا بعدا البلديه لانها هي الام اصلا ديالنا، انها كانت الشركه الاولى والثانيه وتمشي هذه ولا تجي شركه اخرى كتبقى غير البلديه حقا. ولكن المشكل ديالنا حنا مع الشركه، الشركه ما كتخلصناش. هذا المشكل هذا بغينا نوضحوه ولا يوضحوه لنا الناس ولا شي مسؤول ولا شي حاجه، ما بغاش شي واحد اللي يوضح لنا هذا المشكل. علاش علاش ما كاينش هذا الخلاص؟ علاش ديما حنا بالذات ديما 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 عمال النظافه اللي ما كيتخلصوش؟ اشنا هو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ هذا هو السبب وهذه هي النقطه اللي بقات عندهم هما اللي خصهم يجاوبونا عليها. وكنقول ومازال هكا وكنقولها بلسان كاع جميع عمال ديال النظافه ديال سيدي بنور، كنعتذروا للساكنه، راه هذا الشيء ماشي بيدنا حنايا، هاد الناس ما خلصوناش، حنا واقفين وحنايا دير الشعار ديالنا الاجر مقابل العمل، خلصني نوض خدم صافي، هذا هو اللي كاين، هذا هو الشعار ديالنا، ما كنزيدوا عليه ما كنقصوا عليه، الاجر مقابل العمل. اليوم كما كنشوفوا اليوم السبت، غدا الحد ما خدامينش، حنا ماشي غدا ما خدامينش، غدا خلصني غدا نخدم غدا، ما عندناش حنا مشكل. يعني غنقول واحد ما يمكنش يخلصك غدا. ما يمكنش انا ما يمكنش، انا ما يمكنش لي انا داك الفيرمور يقول لك البنك راه ما خداماش غدا. هاد المسؤوليه هادي كيتعاولا مالهم دوزوها لستات اخرين، مالهم دوزوها لمارشيات اخرين، علاش بدات سيدي بنور؟ علاش اللي ما يخلصوناش؟ فين هنا دابا كاين الخلل؟ الشركه ما بغاتش توضح لنا شنو هو هذا الخلل هذا. هنا خاصهم يديروا، ما بغاش يجلسوا معنا للتفاوض، هنا جيو عندنا وريحوا معنا ونجيو نجلسوا مع المجلس ونشوفوا هذا المشكل شنو هو. حنا كطرف شريك كنقابه طرف فيهم خاصنا نعرفوا شنو المشكل، علاش بدات سيدي بنور؟ علاش؟ حنا دايرين غير المشكل عندنا حنا هو الحاجه الوحيده، هو الاجر مقابل العمل، هذا هو اللي كاين، خلصونا نخدموا. حنا هذا هو الشعار ديالنا ديما ديما كنقولوها. درتوا وقفه احتجاجيه اليوم مع الصباح؟ درنا وقفه احتجاجيه مع الصباح، درناها ما جا عندنا حتى شي واحد، ما تحاور معنا حتى شي واحد، ما جا عندنا حتى شي واحد، ما در معنا حتى شي واحد، ما كانش نبقى واقفين في الشتا وسميتو، صافي راه حنا الشعار ديالنا راه باين واضح. ما عيطوا لكم قال لكم سيرتوا تخدموا؟ لا ما عيطنا حتى شي واحد، يعني ما قال هذا استهتار مساله عاديه هذه، يعني مول زبر الدنيا هو هذاك، ما كاينش اللي يتسوقك وما كاينش اللي يقول لك شحال الساعه، صافي هذا هو العادي هذه سميتو، هذه راه مساله واضحه وباينه. ورا انت علاش حنا بغينا ندير معك الحوار اخويا زوير على ود مباشر قلتي بان مارينا دابا ما بغاش يخدموا، حنا ماشي ما بغيناش نخدموا، هاد الناس واش كاين شي واحد كيخدم فابور؟ راه ما يمكنش، راه هاد الناس هادو مخير فيهم كلهم عندهم. حتى درت جوله في المدينه لقيت المدينه كلها زبل. متفق معاك متفق معاك متفق معاك متفق معاك متفق معاك اخويا زوير، هذا غير نهار واحد. شوف باش عرف عمال النظافه باش مضحين، باش عرف عمال النظافه باش مضحين وشنو هازين، ما كاينش شي واحد كيقول اح، راه المشكل الوحيد راه هاد الناس ما كيعرفوهمش، راه الدرين مخير فيهم هاد الاقتطاعات ديال الابناك اللي عندهم.
هاد الاجور اللي عندهم هما اللي الحوانت كيتسالوهم كلشي كيتسالهم. نجيو حتى لابسط حاجه، عندهم مشكل ديال الماء كتزاد عليهم في الطريقه، غتعرفهم الشركه ما غتعقلش عليهم. حنا عندنا الشعار ديالنا هو الاجر مقابل العمل، تقطع نهار تقطع يومين تقطع ثلاث ايام حنا مضحين بها، تقطع سيمانه تقطع 10 ايام حنا مضحين بها، ولكن الشعار ديالنا هو الاجر مقابل العمل. صافي هذا هو الشعار ديال العمال ديال النظافه ديال سيدي بنور وديال المنظمه الديمقراطيه لعمال النظافه وحمايه البيئه، هذا هو الشعار ديالنا الاجر مقابل العمل. نعطيو الاكثر ويوضح لنا. مرحبا. السلام عليكم. راسك والصفه ديالك. السلام عليكم يزيد نور السادات عامل النظافه بمدينه سيدي بنور. عضو مكتب النظافه. باختصار اخي زهير، حنا مراد هاد الناس هادو ديما طايحين معنا في هذا المشكل ديال الخلاص، ما عمرنا ندافعوا على شي حاجه اخرى الخلاص، والصفقه مشدوده بعرام ديال الفلوس وحنا ما بغاش يخلصونا، عيب وعار. على سبيل الذكر انت كتقول لنا الصفقه مشدوده بالصفقه ديال الفلوس، اي حنا عارفين ازيد من مليار باش مشدوده الصفقه. اول حاجه الشركه ما ملتزمات بالدفتر التحملات، البركاسات مهرسين ديما كنلقاو مهرسين، كاين لي سيركويات اللي ما كيدخلوش معاهم الكاميوات، هذه من جهه. من جهه اخرى ثاني المرأب ديالك مثلا نقولوا المرأب ديالهم اللي فين كيحطوا الماتريال تابع للمجلس البلدي، واش كارين واش هذا، فين هذا الاستهتار هذا؟ وحنا ما المدينه ما عندهاش مسؤول اللي يناقش معنا ويتحاور معنا ونعرفوا على راسنا علاش ما كنتخلص. المسؤول ناعس ما كاينش، ما كنلقاوش، كنديروا الوقفه والو ما كاينش اللي يجي عندنا، والو ما كاينش اللي كيتحاور معنا، والو واقف تيدرك قلبك وزيد بحالك، راه ما كايناش. وهاد المدينه راه عندها مواليها خاص تضربهم من غيرها ووقفوا يعرفوا عمال النظافه شنو كي الدور ديالهم. راه بنادم لما هزيتليش السطل ديالو راه كيقول او علاش ما هزت لي السطل ديالو، يحاسبنا علاش ما باغيش يخلصنا، يحاسبنا ويهضر معنا ويجي يتحاور معنا على الطابله يقول لنا علاش ما كنخلصكمش، راه حنا كنخدموا يخلصنا. راه واحد لما هزيتيش ليميكا كيخرج باغي ياكلك، وحنا المواطن حنا معاه من حقه الا خلص السطل خاصك تهزيه لي، وحنا يخلصنا خدمنا يخلصنا، هادشي اللي كنعرف. حنا ما ندافعوش على شي حوايج اخرين، دوزنا كوفيد 19 بلا 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 باي حاجه، ما دوزناش بها والو، لا تعقيم لا براوات لا والو، لا اله الا الله محمد رسول، ومع ذلك نجينا منه الحمد لله، حنا غاديين كافي. ولكن جيت للخلاص عيب وعار 2021 وبنادم باقي كيدافع على الماندا ديالو اليوم 6 في الشهر. كاين اللي عندهم القطاعات، كاين اللي عندهم القطاعات نهار 30، نهار 30 لما تحطش فلوس في البنك كاين قطاعات، كاين اللي عنده 4 العواول، كاين اللي عنده 3، الاخر فينا عنده 2 العواول كيخلص ليهم الرود. وشناهي 54000 ريال المشكل ديما كتعانيو 54000 ريال لمن غتعطي راسها؟ راه 54000 ريال، راه السي سالير ضعيف 54000 ريال كيتشحف عليها، عيب. الناس راه وصلت ما عاد فين، وحنا باقيين كنضاربوا على ماندتنا حشومه، عيب. كاين الناس اللي عضربهم غير على المدينه ويقولوا هادشي راه حشومه، حنا باقيين 2021 ضاربوا على ماندتنا وماشي شي ماندانيس، 54000 ريال طايره من عند السما طايره، كيما تشدها طايره، مول الحانو تيغوت كلشي غوت، نهار 6 راك تخلصت وراك تخلصت وحنا باقي. وفين هو المسؤول اللي عاد ضربوا الغيره ويوقف على هذه المدينه؟ هذه المدينه راه عندها مواليها خصهم ينوضوا ويوقفوا يكونوا رجاله. راه اليوم النعاس وغدا ما كاينش النعاس، لا نعستي اليوم غدا ان شاء الله ما تنعش، وهذا هو المضمون. كنشكرك اخي زهير. شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا لحد الساعه باغينا الاجره، اما المطالب ما بغاو يطبقوا معنا حتى حاجه والو، ما كاين لا زياده لا 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 تعقيم لا شي حوايج، شي حاجه في المستوى ديال باش تكون عامل النظافه واقف على جدار استحقاق ما كايناش. كاينش تعويضات على الادويه والو، ما كاينش ما كاينش لا براوات لا والو. حد الساعه كنهضر معاك، انا مريض ما دخلش بالطونسيو، كنعاني الطونسيو كنعاني دقات القلب مناش، اما الميكروبات لحد الان عادي طريط ما نبقى نستعملها تنموت، ما كنتش بحالو كاين. وانا مرضت ولكن ما كاينش والو، ما كاينش النداء والو اللي عايجي تسوقك والو. جابوا لنا طوموبيله واحد النهار دقوا لنا برا ما عرفناها ديالاش، وما ردوش لنا حتى الريزيطه ديال واش صحيح ولا مريض والو. وفينا ولا يوقف ويهضر علينا والو، عامل النظافه محقور في هاد البلادين، وهذا الشيء اللي كاين اخي زهير. وضح لنا اكثر شنو المطالب ديالكم دابا؟ المطالب ديالنا هو هذا اللي قلت لك اخويا زهير، الاجر مقابل العمل، ما غنزيدو نكثرو ما سميتو، خلصني نخدم، هذا هو المطلب ديال ماشي ديالي انا، هذا ديال العمال ديال النظافه كاملين ديال سيدي بنور، هذا هو اللي مخلينه، هذه هي الرساله اللي مخلينا. انتم مازال غادي وقفه؟ مازال غاديين واقفين، مازال احنا كنقول لك الاجر مقابل العمل، الاجر مقابل العمل، خلصني نخدم. راه ما يمكنش واحد، واش كاين شي واحد غيخدم فابور؟ راه لا يعقل، ما كايناش، ما يمكنش. على السيتات الاخرين تخلصوا سيدي بنور؟ يعني علاش بدات حنا ديما حنا محقورين على يعني الفروع الاخرين تابعه للشركه تابعه للشركه وحنا ما تخلصوش علاش؟ راه هذا هنا فين كاين المشكل معنا مع هاد الشركه هادي؟ راه تمشي شركه تجي شركه، ولكن خصنا نعرفوا هاد المشكل هذا خصهم يحلوه معنا.
واش شي واش كان مع الشركه السابقه اللي كانت؟ لا ما كانش عندنا هذا المشكل لا نهائيا ما كانش. كان داز الصفقه الاولى فيها 7 سنين والصفقه الثانيه فيها 7 سنين وهذه الصفقه دابا الثالثه اللي غادا حتى هي دابا داخله في عامين وشي حاجه. هذا دابا المشكله الشركه ديما كان عليهم هذا المشكل هذا. خل سميتو ديما كنشوف الخلاص كنبقاو واحدين خلاص واحدين علاش ما نعرف ما كيجيوش يبغي يريحوا معك في الطابل يقول لك ما يجيش عندي ما عندنا ما نجي ما يجيش عندي ما يشوفني ما نشوفه انا خدام السلام عليكم خلصني نخدم ما خلصتنيش راه حنا واقفين هذا هو المضمون ديالنا هو اجر مقابل العمل ديما كنقولوها وغنبقاو نقولوها اش غيديروا غيقطعوا لي النهار جوج ثلاثه لي انا غيقطعوا 70 80 واحد ديال العمال ديال النظافه هذا الشعار ديالهم هو هذا خلصنا نخدموا راه نيشان ما كاينش الاجر مقابل العمل ما بقاش نقول الهضره كاع ما نسميش كيما بغى يكون اي واحد في الشركه ولا بغى يكون كيما بغى يكون نوع خلصني رانا خدام ما خلصتيناش راه حنا واقفين تنشوفوا المشكل ديال وكنعتذروا للساكنه انا ماشي بيدينا راه ما كاينش واحد غيخدم فابو راه ما كاينش واحد غيخدم فابو الساكنه غتبقى نزل المجموعه الساكنه حنا كنعتذروا لهم حنا كعمال ولكن هما راه غيتفاهمونا راه حتى هما غيقولوا الله يحسن العون راه ما يمكنش واحد غيخدم فابو راه مساله عاديه وبينه هذه راه ما في الدروبه كيبان لي الزبل موجود ما غنكذبكش اخويا ما غنكذبكش ما غنكذبكش ما غنكذبكش ما غنكذبكش في هذا الشيء هذا كلشي كاين ان كلشي شاهد عيا المسائل راه باينه واضحه المسائل باينه واضحه كلشي واضح راه ماشي غنقول لك ندركوك لا اجي درك في هذه البركاسه زوينه ولا البركاسه راه كلشي واضح راه داكشي علاش حنا بغينا ندخلوا في هذه المشكلات قلت شوف الله يديك بانك راه الناس نظفهم علاش ما خدموش علاش ما بغاش يخدموا شنو المشكل المشكل راه هو هذا الشركه ما خلصتناش خلصتنا راه غنخدموا ما خلصتناش راه حنا واقفين تنتخلصوا راه هذا هو اللي كاين لا ما سميتو ما كاينش الدراري هذا هو الشعار ديالهم كاملين وراه غدا الصباح وثاني تما راه واقفين ان شاء الله الصباح وثاني وغتبقى بحال هكا تخلصوا راه هذه راه مساله عاديه هذه راه ماشي شي حاجه راه ما كاينش شي واحد اللي ما غيتخلصش راه عيب ان السيد تدخل يتخلصوا سيدي من نور ما يتخلصش شوما راه هنا اللي هنا اللي كنحسوا بالحكره بزاف علاش وملي كيسيقوا الاخبار الناس كاين واحد الفرقه وثاني كيسيقوا لي الناس اخبار كيقول لك ما نمر للبلديه تخلصوا راه فلوس يا ودي راه حنا ما تخلصناش راه ماشي حنايا راه هذوك راه ديال الجماعيين بوحدهم راه البلديه بوحدها والشركه راه بوحدها راه ماشي غير اللي خدامه كتحسبوه كلشي في البلديه ولا كلشي في الشركه راه كله تابع القطاع ديالو هذو قطاع عام بوحدهم وحنا قطاع خاص بوحدنا كاين شي واحد معاكم كاينين الدراري اللي خدامين معنا ديال البلديه تخلصوا دازت لهم الفيرمو ديالهم ديال البلديه كيقول لكم مال فلان تخلصوا انت ما تخلصش لا واش كتضحك عليا راه هنا فين كاين المشكل هنا عندنا هذا بدا اشكال كبير عندنا هذا هنا كتولي انت حاني راسك بحال الشفار وكثر كاع ملي كتولي حاني راسك بحال هكا ملي كتوضح لهم ما كيبغيش يفهم راه عليه عقل حيت لابس نفس التوني خدام معاك في نفس الشركه ولكن هما ما فاهمينش هذه النقطه هذه بان هذاك راه جامعي وانت راه ديال قطاع خاص ديال الشركه هنا هذا المشكل هو اللي بغينا كنعانيو فيه حتى هو اكثر هذا هو اللي كيزيد يارقنا اكثر كاع بزاف هذا مشكل كبير معنا شي كيتخلص وشي ما كيتخلص هذاك راه جامعه عباد الله راه خصكم تفهموا هذه القضيه هذاك راه خدام مع الجامعه وديطاشي للشركه راه حنا غير حنا ديال الشركه راه هنا فين كاين المشكل راه الشركه غير خلصتنا حنا خدامين ما خلصتناش راه ما خدامينش راه بلا ما نبقاو نزيدو معاهم الهضره بلا ما نبقاو معاهم تمشي شركه تجي شركه راه نفس المشكل خلصتوا هاد الناس راه يخدموا ما خلصتوا راه ما كاينش واحد غيخدم فابور راه لا يعقل ولا كاين شي واحد غيخدم فابور اخويا راه في هاد المسائل هادي نهاني اخويا وكنشكروك حتى وكنشكروك على التغطيه بزاف والله وكنعتذروا للساكنه بزاف راه كنعتذروا ولكن راه كلشي غيتفهم الوضع راه ما كاينش شي واحد غيخدم فابور راه لا سخرتي ولد الحانوت قلتي لي جيب لي هادي راه ضروري غدور معاه من المبدا كاع غدور معاه ولا باش خدم بنادم الشهر كامل وانت كتحرش عليه وتجي في الاخر ملقي الشام ملقي الشمس ملقي الغبره ملقي الروينه الخنز الحاله الكواريت العظمى لا لا اله الا الله لا اله الا الله وتجي في الاخر تقول لي ما كاينش اللي غيجاوبك باش غيقول لك باش غيقول لك ما كاينش اللي غيقول لك شي حاجه احنا وقفنا الصباح كما قال الصديق ديالي راه احنا وقفنا الصباح وقمنا سالي ما كاينش شي واحد ديال الشركه اللي يجي غيقول لك لا انتم سيروا حتى الغدا ولا سيروا حتى الصباح ولا سيروا حتى العشاء راه هذا هو اللي كيخلي يزيد يصروا على هذا الوقفه على هذه المشكله والله هما خلصونا من الخدمه هذا راه شعار ديالنا هذا راه ماشي غير انا كنقولوا هذا راه باللسان ديال العمال كاملين وانت راه غتواكب الحدث ان شاء الله وغتشوف كل شيء بعينيك وغتدوز عليهم بواحد بواحد وغتسمع كل شيء اش كيقول لك شكرا اخويا وكنشكرك بزاف كما تابعتوا معنا متابعي الكرام مباشره على قناه تي في من مدينه سيدي بنور عمال النظافه يستنجدون 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 بعامل صاحب الجلاله على اقليم سيدي بنور باش يدخل باش 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 يعتقل قبل الموقف لان حسينا بهم كيديروا عندنا الوقيته اللي صيفطنا المرسل السيد العام في هذا الشهر هذا ان ديك السيد العام السيد تدخل تخلصوا سيدي بنور باقي عرفنا بان ملي هما كيفوتوا 27 28 من 26 كتفوت 27 28 كتفوت صافي كنعرفوا الناس راه معنا راه ما بغيش يخلصوا
مساله واضحه وبينه. كما سمعتوا هذا نداء لعامل سبجه على اقليم سيدي بن نور باش يتدخل من اجل اعطاء حق هاد المواطنين عمال النظافه. حنا اللي كنسميوهم مالين الزبل، حاشا واش يكونوا مالين الزبل، هادو هما اللي كيجمعوا لنا حنا الزبلنا. حنا هادو هما اللي حنا راه هما مالين الزبل اللي كنحطوا الزبل، اما هما اللي كيجمعوا لنا الزبلنا. يعني كيقول لك الشعار ديالهم الاجره مقابل العمل، ما كانش الاجره ما خدامينش. سيدي بنور غارق في الزبل، سيدي بنور غارق في الزبل عباد الله، سيدي بنور راه غارق في الزبل. الشركه المسؤوله كناشدوا وكناديو الى جانب العمال النظافه انهم يصرفوا لهم المستحقات ديالهم باش يعيشوا باش يمشيو يخدموا، لان كيقول لك كيحلفوا انهم والله ما يخدموا الى ما تخلصوش. متابعي قناه شو تي في، كما نقلنا معكم هذا بصوت الصوره، نتمنى استجابه لهاد المظلومين هادو. من هنا من قناه شو تي في نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في رتبه مباشر اخر.